جولي اسمعيني، وحياتك رح تغير. احنا بس نوصل امريكا واللي بدك اياه بصير. مو هي فؤاد، that's not what I want. اللي انا بدي اياه هو انه تتغير هون في الاردن in Jordan. اوكي، بدي يعني تكمل تعليمك، تعيد تعليمك، انا اكمل تعليمي، نبني مع بعض عائله صغيره like the cutest little family، نمشي مع بعض بطريق الحب والمعرفه والعلم. يا حبيبي، طيب وهاي الطريق عليها إشارة ولا دوار؟ فيها مطاعم على الأقل. فؤاد يا حبيبي افهمني، أنا عم بطلع لبعيد، بدي إياك تغير هاي العادات السلبية، لازم تغيرها. طيب طيب رح أغيرها، والله رح أغيرها، وألبس إيش جديد وأرجع أغير وأرجع ألبس، بس لما نوصل أمريكا. التغيير ببلش هون. يا بنت الناس ردي علي من هناك. فؤاد بقول لك هون يعني هون. لا هناك. هون. لا هناك. وبعدين أصلا التغيير لما بدي يفوت على الأردن بجمركوه على الحدود، مش راح يفوت، اتسمم الجبس. تفضل يا باشا، هاي جمعت لك كل أفراد العيلة زي ما طلبت. طب اسمعوني كويس وبديش حدا يقاطعني، يعني بالعرب الفصيح ولا نفس. عزيزي كروت شوفي كلكتني. لا تقلقي ولا عبالك، صحيح اليوم الصبح هيك كنت مبسوط ومتفائل، قلت خليني اتمشى شوي، وانا بتمشى ولا انا واصل جنب السفارة السويدية. طيب يابا، بعد ما مشيت قلت بديش حدا يقاطعني. اقطم اقطم. المهم قلت مدام صرت واصل واصل خليني أفوت واسأل عن طلب الهجرة. كبرت عزك تكمل قول، انطق هالجوهرة فريت لي معلاكي. شوي شوي يا رزقك، جايك الخير جايلك. اسمعوني يا أسرتي الفاضلة المحترمة، واستعدوا للمفاجأة. السفارة وافقت على طلب الهجرة وخلص بدنا نهاجر. خلاص خلاص نهائي يعني؟ يعني تلو الأوراق. قالوا لي جهز حالك اليومين انت وعيالك. لا لن أقبل، أنا مستقبلي في هذه البلد وفي هذا المنتخب، منتخب النشامة. يابا المنتخب بدور على اللعيب اللي زي دوارة. مش طالع. وأنا كمان، أنا قررت أبلش من هون، من هاي البلد، أنا قررت أكون نفسي فيها، بدي أصير رجل أعمال. هسا أنت بجوز تصير أعمال، بس هاي رجل هاي بنحكي فيها بعدين. حج توكل على الله، أنا معاك بكل شيء بدك إياه، بعدين أنا أصلا رح أجيب الجنسية الأمريكية وبجيك وين ما كنتوا. غلط، غلط هذا الحكي، أنا بقول تضلوا هان، وأنا بقول كمان فؤاد يضل هان ويكون نفسه هان، وبعدين نشوف شو بصير. يا حبيبي. أبو فؤاد سايق فيها السلطة، اليوم فيها عرضة، ولا زي اللي ماكل بلطة، يا خجيب للشرطة. شو بدك تسوي هسه كلهم؟